الزميلات تحية طيبة لكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ألتقيكم على الود والمحبة بجولة صباحية جديدة لبرنامج صباح كربلاء، كما أتقدم بأزكى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان وإلى مراجعنا العظام والأمة الإسلامية بهذه المناسبة الميمونة وهي ولادة الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبتنا أبقوا معنا لكي نستقبل التهاني من الموالين القاصدين إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام في هذه المناسبة المباركة. أهني وبارك هذه الأيام مولد الإمام الهادي عليه السلام، وأيضا أهني وبارك صاحب العصر والزمان. اجينا من الأهواز نزور سيدنا ومولانا أبي الأحرار أبا عبد الله الحسين، وما شفنا غير الخير والبركة في هاي العراق وأهلنا وناسنا من العراق. أول ما دخلنا من الشلامشة شفنا لافتات مكتوبة عين غطا وعين فراش، وهي هاي المعقولة. والله العظيم ما قصرتوا، أهل العراق ناس خيرين وطيبين وأهل غيره، وإن شاء الله الله يمن علينا بالخير والبركة على شعبنا الأهواز وشعبكم العراق وشعبنا هو العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك للعالم الإسلامي ولمراجعنا العظام وكل المسلمين في الأرض ولادة الإمام علي الهادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نهنئ الأمة الإسلامية ونهنئ السيد علي السيستاني الله أطال الله في عمره، ونهنئ صاحب العصر والزمان بولادة سيدي ومولاي الإمام الهادي. نعم سادة المشاهدين، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة، انتظرونا في جولات قادمة، وهذه عودة إلى الزميلات في الاستوديو.